أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيني وبينكم. وزي ما متعودين، أهلا بيك أشرف في بيني وبينكم. أهلا بيك يا هايدي، مساء الخير. سلام المسيح أهلا معاكم. معك. أحب أرحب هايدي بجد يعني ببرنامج بيني وبينكم، لأن فعلا الناس كلها بتتكلم على البرنامج بيني وبينكم مطرح ما نروح. بجد أنا ما أعرفش إذا على طول بيتكلموا على البرنامج، وبرنامج خفيف ومعلومات خفيفة. النهاردة سؤالنا برضو سؤال خفيف وجميل، وعايزين إحنا بس صعب شوي. صعب، وأنا كمان أستاذ أحيرهم شوية، وهنقول لهم إيه اختيارات ونقول لهم الجواب. بلاش الاختيارات في الأول، لو لقينا إن هو صعب قوي نديهم اختيارات. نديهم اختيار خلاص، وهو كذلك. عايزين بقى الشخصية اللي صام 40 يوم وما اكلش غير وجبتين. مشي 40 مشي 40 يوم ما اكلش غير وجبتين، ما اكلش غير مرتين بس. يعني مشي 40 يوم بقوه اكلتين بس. فطار ولا غدا ولا عشاء مش عارفه، بس كانوا وجبتين لمده 40 يوم ومشي المسافه دي. عموما السؤال يعني يعتبر سهل، يعني اكيد من اللي بيقروا الكتاب المقدس هيلاقوا سهل عليهم. الهدايا موجوده عندنا، الساعه وعندنا الكتاب المقدس طبعا، وسلاسل بالصلبان والتيشيرت و The Life of Jesus Christ DVD والمجدليه والايباد. لا الايباد مش هديه، لا سحب. الايباد على السحب، اللي حابب يشترك في السحب $50 او اكتر بيدخل في مجموعه السحب اللي هتبقى على ايباد، احدث ايباد. هنعمل السحب الاسبوع الجاي ان شاء الله، ونتمنى ان ناس كتير تكسب. اللي ما يكسبش المره دي يكسب المره الجايه. عندنا اخبار كتير، وعندنا حاجات عن الاولمبيات. طبعا في حاجات عن الرياضه، ونفس الوقت حاجات عن التاريخ، وحاجات عن موضوع اللي بيحصل في مصر. طبعا مصر دلوقتي يعني في خبر بيقول انه مصر راعية للارهاب. يعني في بلاد تبقى راعية للاولمبياد وراعية للرياضة وراعية للثقافة، راعية دلوقتي الخبر مصر راعية للارهاب. يعني يقول لك مصر تتحول تدريجيا الى دولة راعية للارهاب بعودة 10 هاربين بقرار، يعني رجعوا لمصر بقرار من رئيس الجمهورية. جميل. يعني جميل. مش عارفة بصراحة. جميل. أبدع الرئيس، أبدع. فأقل من 100 كفاية. يوم مبدع الحقيقة. حقيقة حلوة. بين كهرباء ومية بيوفرهم من شعب مصر للغزة، وبيع أراضي سينا وبيع أراضي سينا ودلوقتي بقينا مقر للإرهابيين. وكر حلو. راعية للإرهاب. تخيل. جميل جميل. يعني مصر بعد ما كانت يعني بلد السلام، لا و 7000 سنة حضارة وتاريخ وعظمة، وده الواحد لما جه هنا يقول ان هو من مصر. يعني الناس حقيقي كلها ينبهروا. نفسها تيجي تزور مصر وتشوف الأهرامات وتشوف الناس وتشوف هو مش عايزهم بقى الآثار. فهو لا هو مش عايزهم، هو عاملها باسلوب جديد بقى. بيلفت نظر الارهابيين ان يجوا مصر. يعني فاهم، ممكن هو تبقى سياسه يا هايدي، جايز يكون مثلا عايز يطمنهم، عايز يسيسهم عشان ما يعملوش اي عمليات. يعني يقوموا يجوا يعيشوا في مصر. ما انت بتاخدي بالك دلوقتي مصر دلوقتي امان، ما فيش اي مذابح حصلت، ما فيش اي هجوم حصل، ما فيش قتل حصل. مين قال لك؟ في مذابح هتحصل؟ في الساوث، تحت في الصعيد. في الصعيد. ده عشان واحد أحداث. عشان واحد مسيحي حرق قميص واحد مسلم، الدنيا قامت قلبوها فتنه طائفيه. بس انا بتكلم على اساس على حرق كنيسه. حرق كنيسه، خطف بنات. نعم، خطف البنات دي من ايام حسني كان موجوده خطف. طيب. البنات. بس يعني انا بتكلم زي مسبحه مسبيرو مثلا، زي مسبحه محمد محمود، ميدان التحرير. ما فيش موقعه جمل، ما فيش موجود. يعني اللي كان بيعملوا حاجه دي، بس ده مش حاجه طائفيه. لا لا لا، الثوره دي حاجه، يعني دي كانت الكوارث اللي حصلت في الثوره. لكن انا من رايي ان لسه الارهاب موجود ولسه كل حاجه، وهم بس بيعدوا الملانية نفسهم. لا لا لا، بيعدوا نفسهم أسلحة في كل مكان موجودة النهاردة. النهاردة على الواحد عشان يأمن على نفسه، كل واحد كل بيت فيه مسدس على الأقل طبعا.
طبعا نازل مصر في عندهم جميع الادوات الدفاع عن النفس واسلحه مش عارف ايه. طب يا اشرف انت نازل انا هجيب لك ساعه كهرباء مش عارف ايه كم 220 فولت ولا 1000 فولت والتاني يقول لي سبراي يعني في حاجات يعني مفيش امان يعني هنبقى زي ربنا يعني بيستر ربنا بيستر يعني بترعى بدل السياح الارهابيين يعني خلاص السياح يروحوا يشوفوا لهم بس جميل رعايه للارهاب يعني كانت زمان دوله راعيه للارهاب كان يماجن يعني حاجه. عايزين الساده المشاهدين برضو يشاركونا كده بافكارهم يعني هل انت شايف مصر او انت شايفه مصر فعلا داخله على المرحله الغريبه عليها دي ان هي بدل ما تبقى كل الحضارة فيها وكل الناس النبغة الدكتور مجدي يعقوب البرادعي زويل عندنا الناس فطاحل ولسه موجودين يعني تبقى هي راعية للإرهاب للإرهابيين وبأمر من الرئيس إن هم يرجعوا مصر ربنا محمد يستر محمد مرسي يعني لا يختلف كثيرا يعني بوجه أو بآخر يعني برضو في الرئيس بيقول لك يتراجع عن ترشيح يسري لوزارة الأوقاف. كشفت مصادر مقربة من المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تراجع الرئيس محمد مرسي عن ترشيح دكتور محمد يسري لوزارة الأوقاف وهو الحقيقة هو أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وذلك عقب موجة الرفض التي اندلعت بعد طرح اسمه من جانب الجهات المحسوبة على الأزهر. الكل بينقي هو مش عاجبكم طب اشوف حد تاني طب مش انت وخلاص عايز يريح الجميع عايز يريح جميع الاطراف هو هو حنين قوي يعني مش كده برضه انا بقول يعني بس بيسمع كلام ممكن برضه الارهابيين اللي جايبهم دول برضه عشان طبعا ويمكن يبقى بادي جارد يبقى الحرس الجمهوري بتاعه يعني يعني لازم يطمن كل حد من حواليه. المهم في عندنا كمان خبر بخصوص يوسف القرضاوي الشيخ يوسف القرضاوي ده حكايته حكايه ده عميل ده عميل وطبعا ده عايش في قطر طول عمره عايش في قطر صح. وبيدي السموم بتاعته من قطر وطبعا امير قطر مسنود مسنود من امير الدوله من الامير نفسه الخبر هو بيتكلم عن طليقه القرضاوي الجزائريه طبعا عملت صفحه كامله على الفيسبوك وعملت فضائح جامده قوي وحقائق عن الشيخ يوسف القرضاوي زوجها السابق او طليقها السابق بتقول ان هو بيتقن اللغه العبريه الشيخ القرضاوي بيتقن اللغه العبريه وانه التقى برجال الموساد المخابرات الاسرائيليه كذا مره وحصل على شهاده تقدير من الكونجرس يعني كان شغال برضه في امريكا وواخد شهاده تقدير يعني بيتكلم اللغه العبريه وبالانجليزيه والعربيه. فاكدت تقارير استخبارات عربيه ان طريقه الشيخ يوسف القرضاوي الجزائريه اسماء بن قاده يعني جايبين اسمها كمان افصحت عن اسرار كثيره عن علاقاته ولقاءاته السريه مع الموساد الاسرائيليه وزيارته لتل ابيب اوائل 2010 اوائل 2010 يعني قريب يعني طبعا غير المفتي الديار برضو لما راح لاسرائيل فحتى لو تاخد بالك برضو اوباما ورومني برضو الاثنين مين بيتسابق يروح اسرائيل عشان يعني يدلع الجماعه هناك وده يروح الحقت سياسه اهم حاجه عندهم اسرائيل. وطبعا الحاجات الربيع العربي اللي بيحصل في الدول العربيه كلها دي من مصلحه اسرائيل انه الدول دي كلها تتفكك. ليبيا تتفكك، السودان اتفككت اوريدي، عايزين مصر تضعف قوتها، سوريا دلوقتي بتتفكك بين الشيعة والسنة والعلويين، وطبعا كل ده مصلحة اسرائيل. هل في يوم الايام انه هتبقى الدولة الاسلامية؟ الامارات كلها هتبقى الامارات الإسلامية, زي ما الاخ صفوت حجازي اللي عايز يحشد الملايين للاستشهاد والى القدس. طبعا اسرائيل كلها وكل شعب اسرائيل بيتكلم على المتخلف او الانسان اللي بيتكلم على لسان شعب زي شعب مصر انه يروح يحرروا فلسطين ويخشوا فلسطين ويستشهدوا. فطبعا ويوسف قرضاوي هنرجع بقى ليوسف قرضاوي. انا عايزه اشوف موضوع يوسف قرضاوي. يوسف قرضاوي بقى معانا مكالمه. اتفضل معلش. ام عمار
الو الخط قطع. الو الو مرحبا. اهلا مرحبا. هلا هلا. الحمد لله يا رب. ربي يبارك عليكم حبيبي. يبارك يا ام عمار. وحشتنا وحشتنا. الله يخليكي ما تشوفي وحش. ربي يبارك عليكم حبيبي. اشلونكم اخباركم؟ كل نشكر الرب الحمد لله. الحمد لله يا رب يا ربي نشكر الحمد لله. اكو اكو ام عمار، اكو جماعه الاخت تعمدت صارت مسيحيه عراقيه من بغداد الحمد لله. اي واحد من يومين، يوم السبت. يوم السبت. اي هنياله هنياله. يعني الحمد لله الحمد لله. كل اسبوع عندنا مثل المسيح راح يجون علينا كلتهم. لا لا امين يا رب. امين امين. عن قريب عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب يستر عليكم ومبروك عليهم. امين يا رب. مبروك عليهم المسيح. عليكم ربي يبارك عليكم يا رب الجميع. تفضلي. هي ملوك الاول اصحاح 19 دقراكم انا. اصحاح 19 واخبر اخاب ايزابيل بكل ما عمل ايليا وكيف انه قتل جميع الانبياء بالسيف. رقم 2 فارسلت ايزابيل رسولا الى ايليا تقول هكذا تفعل الالهه وهكذا تزيد ان لم اجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما راى ذلك قام ومضى لاجل نفسه واتى الى بيرتبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك. ثم سار في البريه مسيره يوم حتى اتى وجلس تحت رثمتي وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى الان يا رب خذ نفسي لانني لست خيرا من ابائي. واضطجع وانا تحت رثمتي واذا بملاك قد مسه وقال قم. فتطلع واذا كعكه رغيفي وكوزي مائي عند راسه فاكل وشرب ثم رجع فاضطجع. ثم عاد ملاك الرب ثانيه فمسه وقال قم كل لان المسافه كثيره عليك. فقام واكل وشرب وسار بقوه تلك الأكلة في 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حوريب ودخل هناك المغارة وبات فيها. إلي هو الجواب. إلي. شكرا يا معمار. متأكدة متأكدة أم عمار جواب نهائي؟ ها جواب نهائي. يعني مش يوحنا ولا المسيح سيد المسيح؟ لا لا لا, 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 لا ماشي. أنا حبيت أتأكد بس. شكرا أم عمار. يباركك الرب. صلواتك حتى لو غلط ما يخالف. ما يخالف. حبيبي. لا ان شاء الله مو غلط. ان شاء الله. يبارك عليكم. يباركك ام عمار. شكرا يا ام عمار. مع السلامه. مع السلامه. يباركك الرب. كنت هترجع للقرضاوي. نرجع بقى يوسف القرضاوي. طبعا هو بيتحدث اللغه العبريه. مش كلام بس، يعني انا اتكلم شويه عبري بس هو لا كلام وكتابه. يعني بيكتب وبيتكلم يعني. بيتكلم كعبري بالإضافة إلى العلاقات السرية التي جعلت أمير قطر يتمسك به لاستغلال موقعه الديني ومنصبه في رابطة العالم الإسلامي لتمرير مخطط صهيوني أمريكي تم الاتفاق عليه في الغرف المظلمة بالكنيسة الإسرائيلية. يعني هو راح الكنيسة الإسرائيلية برضه واتكلم مع السياسة مع رجال السياسة. من أول أن القرضاوي حصل على شهادة تقدير من الكونجرس الأمريكي الذي يمثل فيه اليهود الغالبية العظمى بالإضافة إلى الأموال التي حصل عليها مقابل تنفيذه هذا الدور لنجاح المخطط الصهيوني الأمريكي داخل الوطن العربي. بارك الله فيك يا شيخ يوسف القرضاوي. طبعا في بعض المسلمين بعض المصريين مش عارفين ايه اللي بيحصل او مش عارفين مين هو الشيخ يوسف قرضاوي. مش عايزين يعرفوا او مش عايزين يعرفوا او هم عارفين بس مش عايزين يفهموا ان هو بيبخ سموم، ان هو بينشر السموم، بينشر الفتنة، بينشر الحرب، بينشر الكراهية. يعني من زمان وهو في قناة الجزيرة وهو بيتكلم عن مصر وكرهه لمصر وكرهه لقوانين وشعب مصر، فعشان كده هو مطرود ممنوع من الدخول. فلما قامت الثورة وقامت فعمل نفس حكاية الخميني لما راح الطهران وشالوا شاه نفس الحكاية ونزل المنصة كان هو عامل نفسه انه هو من رجال او شباب الثورة. فطبعا طرد تمثيل
كله بيبيعوا تمثيل. البلد بيبيعوا البلد كله تمثيل بسهولة يعني. الدين ما هو بيدخلوا الدين في ال... يعني لو ما رشحتش مرسي مش هتخش الجنة، على الرغم ان احمد شفيق مسلم برضو يعني. انت يعني لا بس ده كافر ملحد ملوش في الامبريالية. ما علينا. ما علينا. فيوسف قرضاوي طبعا معروف عنه بالمعلومات اللي بيطلعها او بالاخبار اللي بيقولها، فطبعا هو مديها يعني كره زياده، وبالنسبه للمسيحيين كمان او اقباط مصر. طليقه يوسف القرضاوي عملت صفحه وادت كل المعلومات عن طبعا طليقته، يعني عارفه كل حاجه يعني مش حتى دي جزائريه. جزائريه جزائريه فين؟ لا ما اعرف عايشه فين يعني. انا بس قلقان عليها يعني يعني هنشوف عن طريق جوجل. لا ممكن، لا ممكن ان اسمها هي يقتلوها يعني. يقتلوها؟ انا اقصد الله طبعا مش ممكن مش داخل مع مافيا، داخل مع الموساد. مع الموساد. المافيا دي في ايطاليا. لا قصدي يعني المجموعه دايما يقولوا عليها دول زي المافيا يعني. فطالما بيتفقوا ما هو اللي عندهم الاغتيالات والقتل والكلام دوت يعني، يعني عادي يعني. مش عايزين حد يقف سكتهم يعني. بس هل هو مصري ولا فلسطيني ولا نص فلسطيني برضه يعني؟ يعني وبعدين كلهم عايشين في امريكا، واخدين دراسات في امريكا، وعيالهم في امريكا، بناتهم في امريكا يعني كمان. عايشين في امريكا، كله في امريكا، ويكرهوا امريكا ليه؟ لا ما دي نقره ودي نار يعني حقيقي. ياخدوا منها الحاجات الكويسه، واخدين جنسيات من امريكا وعايشين في امريكا واهاليهم في امريكا وماتوا في امريكا وبيكرهوا امريكا. طب انت قاعد في امريكا ليه ما دام انت كارهها؟ عشان ياخدوا كل المميزات منها يعني، عشان فيها مميزات. ما احنا الحريه حريه، ومثلا لما بياخد الجرين كارد وبياخد الـ 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 يعني التامينات الصحيه والتامينات الاجتماعيه صحيح، وان هو يروح للدكاتره احسن دكاتره واحسن عمليات واحسن فعلاً. دراسه يعني كل حاجه طب. فطب وليه يسيبها للكفره؟ ليه يسيبها للكفره يعني؟ جامده قوي الكفره دي. كفره كفره. عموما طيب كل سنة طيب. وانت طيب يعني. على فكرة في أعياد كتير قوي الأيام جاية، وفي الأخت نور خليل بنت رضا وجيهان بشاي كان عيد ميلادها، كل سنة وهي طيبة. والنجوى صاحبتنا. ونجوى أبادير صديقتنا. عيد ميلادها يوم الأربعاء، كل سنة وانت طيبة يا نجوى عقبال 100 سنة. وبرضو يوم الأربعاء بقى نذكر المجموعة اللي بعد كده. ده في مجاميع كتير قوي. يعني شهر 8 في ناس انا جايب مجموعه 52 ينفع؟ لا 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 ده انت عايز لجنه رقفه. طب معانا الاخت جورجيت. الو يا سلام. الو مساء الخير. اهلا مساء النور. اهلا ازيك يا هايدي؟ ازيك حبيبتي عامله ايه؟ ازيك مدام جورجيت؟ ازيك يا اسرى؟ نشكر ربنا وحشاني جدا. انتوا اللي وحشاني. ربنا يخليكي. ازاي صحتك؟ الحمد لله كويس. احسن مالك؟ لا في صوتك في حاجه. لا واخده برد. شفتي؟ لا عيب يا عيب يا هايدي يعني. شوف انا اخذوني في المخابرات قبل كده. واخبار الكمبيوتر ايه؟ لا حلو. طب نشكر ربنا الحمد لله. انت تمام؟ الحمد لله الحمد لله. عندك الاجابه؟ السؤال مين اللي قاعد مين مشي؟ مين مشي 40 يوم؟ مين مشي 40 يوم باكلتين؟ بوجبتين. وجبتين. في ملوك الاول اصحاح 19 ايليا يهرب الى حريب، كان رايح حريب ومشي 40 يوم باكلتين. متاكده مش كده؟ متأكده. جميل قوي. طب وعايزين من الامثال محضره لنا حاجه من الامثال؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. امين امين يا رب. جميله. امين. شكرا يا جورجيت. يباركك ربنا. شكرا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. سلام سلام. مع السلامه. طيب في خبر تاني بيقول لك الولايات المتحده تدعو مرسي الاختيار لمسؤولين يبقوا معاه يعني من الأقباط والنساء، حيث قالت السفيرة سوزان جونسون سفيرة الحرية الدينية أنها تتطلع أن يفي الرئيس محمد مرسي بتعهداته بأن يضم في إدارته مسؤولين من النساء ومن الأقباط، وأن ما يحدث في مصر فرصة لتأكيد حماية الحريات الدينية، وطالبت بانتهاز الفرصة لإلغاء القوانين التي تميز ضد الأقليات.
طبعا هو واعد ان هو يعني هيعين هيعين ابطي عقبات وهيعين امرأة امرأة بس يعني من الواضح ان هو هيعمل كده، بس هل هو بيختار على اساس ايه؟ يعني ما في مجموعة مسيحية ممكن ما تكونش تمثل الاقباط. انا قصدك يعني جمال اسعد مثلا مثلا يعني ممكن يجيب ناس هو ما يعني هو في واحد تاني اسمه سمير مرقص، بس في بعض تحفظات يعني على بعض اشخاص من الاقباط اللي هم مش متعصبين او مش يعني يعني المفروض يختار ناس الاقباط مرحبة بيهم، ما يكونوش من اللي هم اللي احنا قلنا عليهم في يوم من الايام اليهوذية. بس هو عايز يعين بقى، لازم يبقى في حكمة في التعيين يعني. بالنسبة للسيدات طبعا لازم يختار، ما تفرقش بقى ان كان مسيحية او مسلمات، بس لازم تبقى سيدة، لازم يزفي طبعا. ربنا سهل، احنا عايزينه يمشي في الموضوع ده بس يعني زي ما هو عادل وعمال يجيب الارهابيين، طيب يعني ايه، خد برضو من ده ومن ده على اساس الدنيا ما تبقاش سودة قوي يعني، تبقى ربنا موجود من ده ومن ده. طيب انا عندي خبر برضو بخصوص قناة ماريا. محدش يفتكر ماريا دي قبطية، لا دي ماريا قناة هي ماريا القبطية. لا انا علشان بس القناة ما تبقاش القناة مش دي ماريا، قناة ماريا اسلامية يعني انا كان برضو كان في عندي معلومة انه كنت فاكر ان قرية مينا مش عارف ايه مينا دولة مسيحيين وده اسمه مينا ده طلع يعني مينا مش طلع يعني طلع مسلم صاحب القرية اسمها قرية مينا بس مش مينة مسيح. مينا موحد القطرين. مينا بس على اساس مينا موحد القطرين، بس احنا اغلب المسيحيين بيسموه مينا. ما تلاقيش واحد مسلم اسمه مينا عشان موحد القطرين يا هايدي. ما هم لا ينتموا الى الفراعنه. الفراعنه هم احنا يعني ننتمي للفراعنه. بالظبط. فعشان كده اسمينا بقى في مينا. فطبعا سموا القناه ماريا اسلاميه للمنقبات، واحنا اتكلمنا على الموضوع دوت قبل ما يفتتحوها وقبل لما كانوا اتكلموا انه هيفتتحوا القناه. فالشيخ حويني اتكلم وقال على موضوع قناة المنقبات، يعني قناة تبقى شاشة سودة بس، وقال ان ظهور المذيعات المنتقبات على الشاشة حرام شرعا. يعني كان على ايام زمان ايام الجاهلية وايام الاسلاميات كان موجود الشاشة موجودة والتلفزيون كان موجود، فشرع قال لك حرام شرعا ظهور المذيعات المنتقبات على الشاشة حرام شرعا. قال الشيخ أبو إسحاق الحويني أنه هذا يفتح باب الفساد والفتنة على حد التعبير، مشيرا أن ظهورنا حرام شرعا. إزاي يعني واحدة لابسة أسود؟ هو ممكن يقول مش الصوت عورة الصوت عورة لكن هيقول الشكل مش شكل إيه؟ كلهم شبه بعض يعني. نعم؟ يعني كلهم زي بعض. بعدين يعني ايه الشكل اللي هيفتح باب الفساد والفتنه يا شيخ حويني؟ ما تخليهم الصوت معلش. الصوت هو يمكن اصغر. خليهم اهو قاعدين نضحك نتفرج، شويه عفاريت طالعين على احنا بنتكلم على ازاي دولت الاثنين قايمين على بعض. يعني ده شيخ حويني انه مسلم والتانيين مسلمين، وازاي قايمين؟ حتى يعني حتى في سوريا دلوقتي بيبدلوا بين الشيعة والسنة الأسرة، يعني الاثنين مسلمين دلوقتي في ذبح بين الاثنين. فقال لك انه في حلقة مساء امس الاحد ان ظهور المذيعات على قناة ماريا يعد من مفاسد يعني من ضمن الحاجات الوحشة، بحسب تعبيره واصفا ظهور النساء في الفضائيات بانه يشبه ما فعله قاسم امين في حياته ودفاع عن المرأة. ده انت عندك عقدة بقى من المرأة وتحررها من خلال بواطن الفساد على حد وصفه. يعني انت عندك عقدة، طب ما ست الحاجة الوالدة امك يعني واختك ومراتك، يعني دول مرأة ولا رجالة ولا من صنف الرجالة؟ يعني طبعا لازم يدافع عن المرأة لو ما فيش، لان يعني هو بيعترض على العمل وقاسم امين يعني انه حرر المرأة، انه حرر المرأة ويخش ويطلعوا في المظاهرات يعني من ايام زمان. ما هم معتبرينها كقطعة من الاساس في البيت زي كرسي زي نكرة يعني حاجة تفضل في البيت ما تتحرك ما تتعملش اي حاجة. لا يعني هي. واوضح الحويني ان احدى المذيعات المنتقبات اساءت لتعاليم الاسلام الثابتة في ظهورها باحدى الحلقات على شاشة ماريا، موضحا ان ما قالته مخالف للشرع وانه كلام فارغ وحواديد مصطبة يعني جاي من مصطبة مصاطب. فيما ردت الآلاء
احمد المدير التنفيذي لقناه ماريا على فتوى الشيخ الحويني وفتاوي الشيخ الذين حرموا ظهورهن، يعني ده مش شيخ واحد، ده كذا شيخ اتوا انه حرام ظهورهن في القناه ماريا، انه ارائهم مجرد اجتهادات وليس فرضا ان ياخذوا بها، لافتة ان ظهورهن يخدم الاسلام وتعاليمه، لانه يتحدثن عن امور المراه الدينيه ونوعيتها وثقافيه واجتماعيه وترسيخ مبادئ الاسلام لديه، ومن حق المنتقمه ان تكون لها قناه تتحدث عن امورها وتدافع عن حقوقها الشرعيه. طب انا عايز اسال سؤال. اتفضلي. نعم انت يعني مراه. نعم. بس انا مش من احترم المراه. ربنا يخليك، بس اللي انا عايز افهمه، انت لاحظت ايه في المجموعه ده؟ ان هما الاثنين دلوقتي بقوا يضربوا بعض، بيخبطوا ببعض، هما الاثنين سنه او وات ايفر يعني، ممكن يكون سني، ممكن يكون شيعه، ممكن يكون سلفي، ممكن يعني في كذا طائفه او كذا ملة. يعني اللي انا اقصده دلوقتي ان هما كلهم بقوا بينتقدوا بعض. بعض. الحقيقه فين بقى؟ مين الصح فيهم؟ المرجعية، نرجع للقرآن بقى ونتكلم نشوف. لا، لأن ده مش في القرآن، ده بتبقى في هي قالت اجتهادات، حديث بالظبط. أحاديث في أحاديث كاذبة، احنا ما نخش في المجالات دي. لا، اللي أنا أقصده إن هما دلوقتي مين اللي هيحكم في النهاية مين الصح؟ لأن هما كده بيربكوا الشعب. لأن قاعدين عمالين بيتفرجوا، والشعب غلبان يا عيني، مش لاقي ياكل. يعني من يمين لمين؟ تعالى شوية. ربنا يستر معانا بشوي. ألو. أي ألو. أيوة. اهلا يا بشوي، ازيك يا حاج سواد؟ نشكر ربنا. انا كنت عندي اجابه للمسابقه. اتفضل اتفضل. هي الاجابه، النبي ايليا اللي ذكرت سفر الملوك الاول 19. ايليا، النبي ايليا. متاكد يا اخ بشوي؟ متاكد من الاجابه؟ يعني انت جبتها من انجيل ولا حد قالها لك ولا؟ لا من الانجيل. من الانجيل. لا برافو. طب انا عايز اسال بشوي، انت اول مره تتصل بينا؟ وانت كنت بتشوفنا قبل كده يعني ومتابعنا؟ لا انا اول مره اروح على البرنامج. طب حلو خالص. انت عايش فين يا بشوي؟ انا عايش في ولايه بنسلفانيا. بنسلفانيا سهران شويه يعني. واو. That's nice. طب كويس، تابع معانا باستمرار يا بشوي. ماشي. Thank you for calling up short. خليك معنا لاخر الحلقه يمكن تكسب. حاضر. Thank you حبيبي. Thank you. اوكي. طيب احنا خلصنا بقى من حويني وخلصنا من القناه. انا يعني معلش انا كنت عايزه ادخل في حته صغيره عشان كنت فرحانه قوي. عيد ميلاد مينا دانيال. شهيد. الشهيد. انا اسميه شهيد او طبعًا. مجاهد. طبعا هو او شهيد. جيفارا. جيفارا مصر. هو شكل جيفارا. عايزين نشوف لقطة كده نشوفها مع بعض، عملوا ايه في عيد ميلاد مينا دانيال في شارع محمد محمود. مش حاسس بنفسي، ما يعني مش حاسس ان انا عايش. كنت دايما بحلم ان انا اسافر، ان انا يعني اهاجر. كنت طبعا مع الاحلام دي كنت بحلم ان انا اغير البلد، عايش لان انا بحب مصر. كنت بحلم ان انا عايش بلد فيها حد بيحترمني وبعرف اقول رايي. اولا انا بشكركم كلكم على الحضور وعلى ان انتوا جيتوا، وعايز اقول ان دي هي الروح المصريه، دول هم المصريين الحقيقيين. المصريين الحقيقيين لما تيجي تقول على اي شيء تلاقيهم كلهم ايد واحده وكلهم يد وكلهم قلب واحد. عايز اقول اذا كانت الثوره لسه الى الان لم تنجح والى الان لم تحقق شيء من اهداف الثوره، لكن احنا كنا مفتقدينه من سنين، ان احنا نبقى واحد، نبقى كلنا مصريين. مفيش فرق بيننا، مفيش فرق في اي شيء، كلنا مصريين، ده اهم شيء. النهارده 23 يوليو، لو ترجعوا بالذاكره عيد استشهاد محمد محسن، الشهيد محمد محسن بتاع اسوان. يا ريت كلنا نقرا الفتح على روح الشهيد محمد محسن. الحدث النهارده عن هي ذكرى ميلاد مينا دانيال، الذكرى الاولى لميلاد مينا دانيال وفاته واستشهاده. بنعتبر ان مينا دانيال رمز من رموز شهداء الثوره، زيه زي اخوانه من الشهداء. مينا دانيال كان بيناضل من اجل القضايا الاجتماعيه والعيشه الحريه والعداله الاجتماعيه. احنا مكملين، الثوره مستمره، الحركات اللي مشاركه كتيره جدا يعني، والحملات كتيره جدا يعني. اليوم النهارده هيكون فيه حفلات غنائيه وطنيه، غناء وطني، في فيديوهات هتشتغل،
الجاهلية عن مينا دانيال، شهيد مينا دانيال، وعن القضايا الاجتماعية اللي احنا حابين احنا نشتغل عليها ونوري الناس القضايا دي وأوجه الفساد المتواجدة والمزروعة داخل الوطن كله. النهاردة مشاركين في احتفالية الشهيد مينا دانيال في ذكرى عيد ميلاده، وبيتدشن النهاردة في الاحتفالية حملة عايزين نعيش، دي حملة نشتغل فيها في الأحياء الشعبية في القاهرة الكبرى وفي المحافظات على المطالب الاجتماعية والنادي على السلطة لتحقيق العدالة الاجتماعية. طبعا الشهيد مينا دانيال له رمزية خاصة باعتباره شهيد قبطي واستشهد على دين العهد على رفض حكم العسكر وعلى المطالبه بحكم ومحاكمه قتله الثوار ورموز النظام على راسهم المجلس العسكري حمدي بدين وماء و روح جميله جدا جدا حقيقي ان احنا نسمع ونشوف ان شعب الثوره وشباب الثوره بيحتفل بعيد ميلاد مينا، اول عيد ميلاد بعد وفاته او دانيال. بعد استشهاده مينا دانيال. أنا بقترح معرفش إذا كان ممكن يعملوا شارع باسم مينا دانيال، ميدان باسم مينا دانيال، شارع لازم شارع بلاش ميدان كبير أو ميدان، شارع زي سليمان خاطر لما راح قتل الإسرائيليين عملوا له شارع، وكل كذا دولة عربية عملوا له شارع باسم سليمان خاطر، يعني واحد ضرب إسرائيليين ماسك رشاش قتلهم طلعوه شهيد وعملوا له يعني بروباجندا، بس ده طالع عشان يطالب بحرية، بيطالب بالعدالة، لا كان في فرق مسيحي ولا مسلم، كان طالع عايز الحرية، مصري. عايز وكان مصري. وكان يطلع بأي إضراب ولا أي مظاهرة ولا أي حاجة، كان يطلع عشان مصر، عشان لصالح الوطن، لا أخذ سلاح معاه ولا مسك رشاش ولا راح يقاتل ولا لا، ده طالع يطالب حرية، هو عايز حرية، عايز عدالة اجتماعية. فعشان كده لغاية دلوقتي بقينا حوالي سنة وشوية لغاية دلوقتي ما خدش يعني كرموه تكريم صح، يعني حتى اسم شارع فرع أي حارة باسم الشهيد مينا دانيال. طبعا في شهداء كتير قوي، بس مينا دانيال كان في أي مظاهرة في أي إضراب شفته كان بيتكلم إزاي، بيقول لك أنا ممكن أطلع يعني وأروح بلدي يبقى فيها احترام للرأي واحترام للإنسانية، بس هو يفضل يعيش في مصر ويفضل في مصر على أساس أنه هو حابب أن يشوف مصر في يوم من الأيام أحسن حاجة في الدنيا يعني. معنا مكالمة، معلش ناخد الأخ جوزيف. ألو 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 مساء الخير. أهلا مساء النور، الله يبارككم. شباب ولا تخافوا، وأخونا كمان أشرف حبيب قلبي، أهلا شكرا. لا تخافوا، يسوع المسيح على كثير يعني بأحاديثه بأقواله، وكل إنسان يسأل ضميره يسأل يسوع المسيح هيجي له بأي طريقة ويهديه ويعطيه الطمأنينة. أمين. أنا مرات كثيرة كان يقول لي يسوع المسيح للمسيحية ما يخاف، وعطاني مثل رسالة للمسيحية إنه قل له المسيحية ما تخاف، هي آلة بيتموا السيد المسيح البارة يعني. أمين. وبعدين انتبهوا من الـ شو يسمونه الجواسيس. من زمان في أول شيء كان في جاسوس إلياهو كوهين، كان المخابرات العبرية ودوه على المغرب، تعرف على الشعب المغرب، بعدين ودوه على البرازيل، وقابل الفريق أمين الحافظ بوقتها وعمل صلات يعني حميمة معاه، على أساس هو مليونير من المغرب، راح على البرازيل وتعرف على الفريق أمين الحافظ. وقت أمين الحافظ استلم منصب بدمشق، قام راح كمان هو على دمشق وتعرف عليه بدمشق، وكانوا ياخذوه لكوهين على الجبهة السورية. بعدين المخابرات المصرية طلعت بالصور مع الفريق أمين الحافظ، قالوا له المخابرات المصرية شو عم بيعمل معكم، هذا جاسوس من إسرائيل. قاموا عرفوا وهجموا عليه، وكان مستأجر أبارتمان يعني بحي أبو رماني، ومادد أنتين على الشجرة، وعلى طول يعطي أخبار يعني
وراء الحدود. بعدين اجوا يعني اعتقلوا وشنقوه بساحة المرج بسوريا. فأنا بتأمل كمان من هذا القرضاوي نفس الشيء، هو مخابرات من العبراني عميل طبعا الموساد. اي هو عميل موساد 100% بقى زراع على المغرب، وما هو اول ما منشأه بيكون طالع من الدولة العبرية، لانه حرام نقول اسرائيل، لانه اسرائيل هو مجد الله وبركة الله. كل انسان يعني انا برأيي انه نبتعد عن كلمة اسرائيل، لانه والسياسة وكذا حرام، لانه اسرائيل هي العرش السماوي لكل الشعوب يعني. نعم إيه حتى قال لك انه اخشوا من العالم، بس يسوع المسيح اعلى منهم. نحن المسيحيين عنا مرتبطين بذهن المسيح، ويسوع المسيح بيكشف على عيوننا كل الاشياء. امين. بدي لكم المزبور 47: يا جميع الامم صفقوا بالايادي اهتفوا لله بصوت الابتهاج، لان الرب علي مخوف. أمين. الملك ملك كبير على كل الارض، يخضع الشعوب تحتنا والامم تحت اقدامنا، يختار لنا نصيبا فخر يعقوب الذي احبه سلام. صعد الله بهتاف الرب بصوت السور، رنموا لله، رنموا لملكنا، رنموا، لان الله ملك الارض كلها، رنموا قصيده ملك الله على الامم. الله جلس على كرسي قدسي، شرفاء الشعوب اجتمعوا، شعب اله ابراهيم، لان الله مجان الارض وهو متعال جدا. سبحان الله، يعني عرش الله ونعمته وبركاته هي عالي كثير يعني. وانا بستهزئ على اللي عم يقلدوا ويعملوا هالحيل والالعيب، يعني ما بتقدر تلعب على ربك، يعني ربك اللي هو بيعرف كل شيء، فاحص الكل والقلوب، فاحص الكل. هم عم بيلعبوا العيب. وانا ياما كنت اجتمع معهم، كان في جماعه مهاجرين من رومانيا، فكان يروحوا على الكنيس هنا بمونتريال ويقولوا لي قصص انه الراباي بالكنيس شو بيقول لهم، بدهم يستعمروا الشعوب العالم وبدهم يقتلوهم وبدهم كذا. عم بيصير نفس الشيء اللي بالكنيس عم بيعلمهم الراباي. هم يعني شباب صغيرين، عم في منهم يتخانقوا يقولوا له ولو يعني العالم كلهم كنت تستعمروهم وتقتلوهم وكذا، وهم نفس الشيء يعني. وكل واحد يعني مؤمن بالإنسانية، لا تسمعوا لهم ولا تسمعوا للقرضاوي، وحتى كمان الحكومة بقطر كلهم شارينهم وكلهم أولاد زنا. يعني نحن بدنا مساعدة ربانية، والمساعدة الربانية جايت لنا. أمين أمين أمين. موجود. هتجاوب لنا على السؤال؟ أنا رح أجاوب. لا أقرأ لكم الإصحاح 19 ملوك الأول العدد 5، حتكون طويلة شوي. والضجع ونام تحت الرتمة، وأذى بملاك قد مسه وقال قم وكل، فتطلع وأذى كعكة ردف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع والضجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله هوري. أكل مرتين، هو إيليا. إيليا. أوكي. شكرا أخ جوزيف، ربنا يخليك لينا. شكرا مسيو. شكرا. يباركك الرب، مع السلامة. معنا الأخ يوسف. ألو أستاذ يوسف غالي. ألو. الو مساء الخير. اهلا مساء النور استاذ يوسف، الحمد لله على السلامه. وحشتنا كتير. ازيك حبيبي؟ وحشني. نشكر ربنا. ايه اخبار الصوم؟ ايه ده بتفطر ولا فين؟ ما اعرف. لا اهو في الدنيا اهو. المسلسلات ولا حاجه؟ اتغيرت شويه. لا احنا معادنا زي ما هو من 7 لـ 8. احيانا بقى واحد ما بريش البرنامج شغال معلش معلش معلش. احنا 2 و4 وجمعه.
ربنا يقويكم. ربنا يخليك لينا. شكرا استاذ يوسف. اتفضل. من متى 40 يوم بقوة؟ هو إلي النبي. اوكي. ملوك الأول. حلوة. جميل. إصحاح 19 من عدد 5 لعدد 8. جميل. حلو خالص. شكرا. شكرا استاذ يوسف. سلامي للجميع والاسره كلها. سلامي لماما كتير والاسره. شكرا. الله شكرا. يسوع معاك. شكرا. طيب نرجع بقى بخصوص الحويني. الحويني. والشيوخ اللي هم قاموا على بعض دلوقتي، فهو ده اللي لازم مفروض يحصل، لان في سياسه الاسلام او سياسه الموساد او اسرائيل حاجه اسمها فرق تسد. لازم يحصل فيه مشاكل، لازم يحصل فيه. لا بس معلش، هم قصدين ان هم يفرقوا بينهم؟ لا، هم عمرهم ما اتفقوا. لا، هم عمرهم ما اتفقوا. يعني اذا الفلسطينيين نفسهم ما مش حماس وفتح مش متفقين، ده صحيح، ويمسكوا بعض بيقتلوا بعض تمام، ونفس المله ونفس ال، ويقول لك شهيد برضو مش عارف استشهد على ايه، ما اعرفش. بيقتلوا بعض ازاي يبقى شهيد؟ ويخطفوا بعض واغتيالات والكلام ده يعني. فهي فرق تسود، هي مين اللي كسبان فيها؟ اسرائيل. طب انت ما دام انت فالح بتعرف تقتل وبتعرف تغتال ومش عارف، ما تروح اسرائيل، خش ابعت صاروخ لاسرائيل. بس انا مش معاك في النقطه دي يا اشرف، لان مش اسرائيل ملهاش دعوه، لان هم ما بيتفقوش اساسا. يعني اسرائيل ما دخلتش ما بينهم في القناه بتاعت المنقبات. بس هو كل شيخ عايز يبين ان هو فاهم عن التاني. لان هو فاهم عن التاني. انا فاهم عنك، لا انت بتجتهد غلط. زي في حلقة شفتها برضو مع مذيعة اسمها ريهام تقريبا، حلقة صعبة جدا عن ملك اليمين. دي جميلة. ليه صعبة؟ دي جميلة. حلقة المفروض ان الناس تتفرج عليها وتعيد تاني تتفرج وتدرس الكلام اللي بيتقال، لانه في منتهى الخطورة. عايزين يفهموا، ما هو عايزين يفهموا ايه ملك الخطورة. بغض النظر حتى لو هو بيجتهد وبيقول كلام، ما فيش حد بيطلع من الشيوخ الكبار يغلطه او يقول له لا انت عامل غلط. كل واحد بيجتهد في سكته، صح، وبيطلعوا صح. كل شويه فتوى شكل. حقيقي يعني. في بعض المسلمين انا اعرفهم برضو، ما هم كمان يعني مش مبسوطين من الموضوع ده، لان حكايه القنوات اللي فاتحه كتير والشيوخ اللي بتطلع في القنوات كتير وبتفتي، كل شيخ كل قناه ليها شيخ يقعد يفتي، ده يعترض على الكلام ده والتاني يعترض على الكلام ده، فهم حتى نفسهم يقول لك ده كله المرجعيه بيزنس. لايه بقى؟ ما لهاش مرجعيه خلاص. ما الواحد لازم يرجع للمرجعيه، كل واحد بيقول رايه، كل واحد بيجتهد بيزنس. هو بيزنس، وطالما ما حدش بيطلع يقول الراي يبقى طب خلاص انتهى. مثلا اللي هيمشي بموضوع الأمة دي، ان هو يتجوز الأمة بالطريقة اللي هو حكى عنها، ملك اليمين، لو الناس مشيت عليها ووافقوا عليها وربنا شايفها بأسلوب تاني، يعني اكيد ربنا مش راضي على ان دي تعتبر كده، دي بتعتبر زنا مثلا. فين المرجعية؟ فحنروح مثلا نقول لربنا لا ده فلان قال لي وانا سمعت كلامه فلان يعني فلان، يعني فاهم قصدي؟ يعني المرجعية لازم تكون لحد من شيوخ الأزهر، يبقى هي اللي هو عارف الكتاب وجايبها الكلمة جاية منه، يبقى في حد مسؤول عن أي حاجة بتتقال في الجوامع، عن أي حاجة بتتقال في القنوات، عن أي فتوى يعني في فتاوي حقيقي وددهم كلهم ورا الشمس. يعني حاجة صعبة قوي، بس كون ان هم بيضربوا في بعض دلوقتي برضو عندي خبر. عندي خبر تاني. معلش نشارك بيه. المشاهدين بيقولك الاخوان تحقق مع الشاطر. الشاطر ده اللي هو خيرة الشاطر. نائب المرشد العام للاخوان المسلمين، حيث ان ابدى شباب من الجماعة استياءهم من منهج النائب وتعمدوا الدفع باشخاص مش من الاخوان ممن يثق فيهم على حساب الكفاءات الإخوانية، وحيث تم إحالة الشكوى دي لمكتب الإرشاد للتحقيق. يعني النهاردة خيرة الشاطر بيفضل ناس وبيثق فيهم أكتر من عامة الشعب عن الشباب بتاع الإخوان المسلمين. يعني لازم هم ياخدوا من بعض.
طبعا هو بيوفر لناس حاجات غير الشباب الاخوان اللي هو اللي طالب فيه. فالشباب الاخوان النهارده بيعترضوا ومقدمين شكوى ودلوقتي في تحقيق مع خيرة الشاطر مع خيرة الشاطر. سياسة يعني هم اكيد كانوا معادين الشباب بتوع الاخوان بحاجات ولما الحاجات دي او بمناصب او بحاجات لما اختاروا ناس تانية عشان الوساطة على الطريق. فين انت وعدتني عليها؟ فين الشغلان الوظيفة اللي انت وعدتني عليها؟ لا ده اعمل كذا واحنا هنعمل لك ونسوي وانتوا شباب الاخوان. طبعا في وعود قبل الانتخابات قبل الرئاسة كان في وعود انا هعمل وانا هسوي وانا هديلك وانا وانت هيكون وظيفتك كذا. بالاخر هيلاقي واحد تاني اخذ وظيفة بتاعته طبعا يتضايق. ده ما في اكيد مصلحة كمان لو نرجع ليه خيرة الشاطر فضل ناس تانية عن الاخوان. يا اما ليه مصلحه معاهم بطريقه او باخرى تمويل خارجي او تمويل خارجي او في رشاوي يعني الباب مفتوح لكل الاحتمالات. وده حلو على فكره. انا مبسوطه جدا ان كل اللي بيحصل دلوقتي كله بيبان على حقيقته والاقنعه بدات تسقط واحد يلو الاخر من ايام مجلس الشعب. فاكره الاقنعه تسقط خير اللهو الخفي والعفريت يعني هي شويه شويه الحمد لله كل حاجه بتظهر بوضوح للناس عشان تكتشف الحقيقه وحقيقه اللي اختاروه. يعني في اخبار عندك؟ انا في عندي خبر برضو من بحرين حبايب الحلوين دول الخليج. بيقول لك اجلت محكمه التمييز وهي اعلى هيئه قضائيه في البحرين عشان انت عارفه في موضوع الشيعه والسنه موعد النطق بالحكم على الكادر الطبي الذي حكم عليهم بالسجن في منتصف شهر يونيو بتهم المشاركه بصوره غير قانونيه في التجمعات غير مرخص لها ودعم ومحاله قلب نظام الحكم الى بدايه اكتوبر تشرين. انت عارفه في موضوع الشيعه والسنه الموجوده في البحرين وحصل مظاهرات وقاموا الشيعه وشباب وعايزين عدم التمييز العنصري او التمييز الطائفي بين الشيعة والسنة وحصل فيها قتل واستشهاد كتير قوي من الشباب البحريني. فطبعا هم بيقولوا كادر طبي وكادر من ناس حاجة مهنية بس هي مش مهنية هي فتنة طائفية بين الشيعة والسنة زي ما بيحصل نفس الوقت في السعودية بين الشيعة والسنة والاعتقالات والمعتقلات الموجودة في السعودية. أي دين بيبقى فيه مذاهب فيه ملل فيه طوائف زي ما حصل مذبحة بين الهندوس والمسلمين في بورما واحترق قرى كتيرة قوي من المسلمين اللي موجودين. احنا ما بنشجعش القتل ما بنشجعش الإبادة احنا بنكون بننصف انه مش عايزين احنا قتل ولا الإبادة. احنا نحب السلام احنا نوري الحقيقة انه ما فيش سياسة في الدين ولا الدين في السياسة. ما حدش يزعل مننا اذا احنا اتكلمنا كتير عن الدول الخليج او عن الشيعة والسنة اللي فيهم بعض الناس ما تعرفش الحاجات ديت. فاحنا بنحاول نوضح الصورة اللي بيحصل حتى في اسرائيل. في دلوقتي في اسرائيل بتحصل فيها مظاهرات ليه؟ الحالة الاجتماعية العدالة الاجتماعية والحرية. في يهود من اليمن في يهود من الصومال في يهود فطبعا مش واخدين حقهم في اسرائيل برضو. يعني في كل بلد في العالم في التفرقة والتمييز العنصري اللي بيحصل في العالم كله زي ما بيحصل في أمريكا برضو. صحيح. يعني ده الخبر اللي عندي. طيب هو عشان قربنا على نهاية الحلقة هنقول خبر رياضي. اتفضل. مصر منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن اتعادل مع نيوزيلند ودي ده تاني جيم ليه واللي دخل الهدف محمد صلاح وتعادلوا 1-1. يعني مصر دلوقتي خسرانة ماتش مع برازيل 3-2 وتعادلت مع نيوزيلندا والنهاردة برازيل كسبت نيوزيلندا 3-1 لا بيلاروسيا سوري عفوا برازيل كسبت بيلاروسيا النهاردة 3-1. فطبعا ده لي أمل لمصر إنها تبقى تاني في المجموعة وتخش في المجموعة بعد كده إن شاء الله ربنا يسهل إنه مصر تكسب بيلاروسيا أو تتعادل بيلاروسيا. طب كويس أو كويس. ده الخبر الحلو اللي احنا عايزين برضو هاني رمزي يعني يشد حيله شوية وحسن من الدفاع
ونفس الوقت أبو تريكا يعتبر دلوقتي تاني هدفي العالم، وهيبقى منافس لأحسن لاعب في العالم في كرة القدم ميسي، فهيبقى أبو تريكا منافس ليه. طبعا ده شرف مش حلو. عشان أبو تريكا بس عشان مصر طبعا. مصر في أي حتة طبعا بتأشعر الواحد على مصر، يخلي الواحد طبعا دي بلده وده جذوره وحضارته وكل حاجة في حياته، يعني مصر هي أم الدنيا أكيد. ده الخبر اللي عندي. طبعا احنا عندنا ناس كسبت كتير قوي النهارده، مشاهدين كتير كسبوا. معلش هو المخرج سالني على كتاب، لو تقولوا لي. في حد اتصل عشان كتاب بتاع نقل جبل المقطم، احنا مستعدين نبعته كده، ويعني اي حاجه دونيشن للقناه is fine، بس اللي حابب ياخد الكتاب فيه بالعربي فيه بالانجليش، وهيكون بدونيشن اي حاجه من دولار لطالع يعني. في عندي بس نصائح للمرأة صغيرة، يعني زي ما كنا متعودين نقول شوية نصائح للمرأة. أنا بقى أنصح المرأة في السن وهي صغيرة، يعني من الشباب وطالع، إنها تمارس الرياضة. الرياضة مهمة جدا، إن هي تتعود على الرياضة أو على المشي نص ساعة على الأقل في اليوم. جميل. وتاكل أكلات غنية بالكالسيوم، وكل ده بيساعد على ان هي، لان دايما المرأة العظم بتاعها والكالسيوم بتاعها بيتأثر بالولادة وكده. تجنب الكافيين والتدخين، وكمان متابعة زيارة الطبيب والكشف على الغدد والحاجات اللي هي مفروض الست، كل ست وكل بنت ان هي تبقى واخدة بالها منها. كمان في كل الحاجات دي بتتجنبي الهشاشة العظام، فيعني تبدأي من سن صغير تاخدي كالسيوم وتتمشي وتاكلي أغذية فيها كالسيوم كتير. كمان أهم حاجة الواحدة لازم تتجنب الكسل. الكسل وحش جدا، ومن السن الصغير تحاولي تتمشي كتير، تبي اكتف، تتحركي، تخرجي، تتمشي. يعني ما تحاوليش مثلا تركني العربيه في اقرب مكان. دي بتاعتي دي. لا حقيقي، يعني كل ده بيساعد الواحد ان هو يبقى اكتف. في ناس سوري، يعني في ناس تتخانق على الركنه يبقى قدام المول ولا قدام الباب عشان ما يمشيش. بالعكس، انا بركب في اخر الدنيا والاقي حرب بقى معايا، انت راكبنا ودينا في اخر الدنيا ليه؟ عشان نتمشى، لان ما فيش حد دلوقتي بيتمشى ولا حد بيطلع على السلالم ولا الكلام ده. الرياضة مهمة جدا، وحتى أيام زمان شغل البيت إنه كل ما بيشتغل في البيت كل ما بيعمل رياضة أحلى رياضة. أنا أشكرك يا هايدا على المعلومة الرياضية. لا احنا بننسى شوية ان احنا ندي المعلومات الصحية دي، بس يعني في بالنا، وان شاء الله كل مرة هنديكوا معلومة صغيرة. نشوف طيب مين اللي كسب النهاردة. مين اللي كسب؟ طبعا الاجابة نبي ايليا هو اللي ايوة. وفي ملوك الاول اصحاح 17 مين اللي كسب معانا؟ بشوي. بشوي الف مبروك يا بشوي. الف مبروك يا بشوي، يا ريت تتصل بينا تدينا العنوان بتاعك. تدينا العنوان بتاعك ورقم التليفون برضو يبقى عندنا، وتشوف الهدية اللي تحبها ايه. في ساعة حائط لو توريها له عشان ما شافهاش. في ساعة حائط اهي، عليها علم امريكا والبرجين سبتمبر 11 عشان جاي الشهر الجاي، ونفس الوقت علم امريكا اهو وتمثال الحرية. وفي تيشيرتات وفي كتاب المقدس اللي انت تؤمر بيه. تيشيرت عليها برضو من باك عليها علم مصر. علم مصر. واللوجو بتاع قناة قطب تكسات او سي سات. انا اشكرك يا هايدي. بشكرك يا اشرف. ربنا يباركك. واشكر جميع المشاهدين اللي كلمونا، والمشاهدين اللي معانا المشتركين على الفيسبوك في بيني وبينكم @hotmail.com. وبحب اشكر كل المشاهدين اللي بعتوا ارائهم وكلامهم عن موضوع تعميد العراقية. عقبال يا رب الباقي يا رب. امين ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه الحلقه، على وعد ان احنا نلقاكم يوم الاربعاء ان شاء الله بتوقيت كاليفورنيا من 7 ل 8 مساء. الى اللقاء.